السلام عليكم. المحاضرة دهيت باي ناو احنا خلصنا اول موضوعين. الموضوع الاولاني اللي هو ازاي بنحدد الفانكشن كلاسيفيكيشن بتاع الطريق وايه الفاكتورز اللي بتأثر على تصميم الطرق، والمحاضرة التانية غطينا الديفرنت سايد ديستنسز اللي المفروض نوفرها على الطرق، الستوبينج سايد ديستنس والباسنج سايد ديستنس والديسيجن سايد ديستنس. المحاضرة دهيت بتغطي اول قطاع من قطاعات الطرق اللي هي الكروس سكشن بتاع الطريق. هنتعرف ازاي بنحدد الالمنتس المختلفة في الكروس سكشن للطريق. فزي ما قلنا احنا هنشتغل على اول قطاع من قطاعات الطرق. احنا اخدنا في اول محاضرة خالص ان في 3 قطاعات للطريق، في الكروس سكشن وفي الهوريزونتال الاينمنت اللي هو المسقط الافقي للطريق او البلان، وفي الفيرتيكال الاينمنت اللي هو المسقط الطولي للطريق او الاليفيشن. فاحنا دلوقتي عايزين نبص على الكروس سكشن ونبص على الاليمنتس اوف ذا كروس سكشن اللي هو فوق الارض. انا ماليش دعوه بالطبقات اللي تحت الارض، انا دلوقتي بتكلم من ناحيه الجيومتري بتاع الطريق، من ناحيه التصميم الهندسي بتاع الطريق. القطاع بيبقى عامل ازاي؟ فمثلا لو احنا هنبص على طريق زي ده طريق تو لين تو واي في منطقه رورال. طيب ايه الاليمنتس اللي احنا شايفينها قصادنا؟ احنا شايفين دلوقتي ان الطريق ده عباره عن حارتين. انا عرفت ازاي ان هما حارتين؟ انا عندي حاره اهو ما بين الادج لاين ده والسنتر لاين، وبعدين عندي الحاره الثانيه. طيب بعد الحارات، بعد اللينز دهيت، انا عندي ايه؟ انا الطريق ما انتهاش، انا عندي حاجه اسمها شولدر. الشولدر ده اللي هو الطبان بتاع الطريق. الشولدر ده مهم في ايه؟ الشولدر ده مهم في كذا حاجه وهنشوفها في السلايدز اللي بعد كده، بس اهم حاجه ان هو السواق ما يحسش ان اخر الطريق هنا، فتلاقي العربيات كلها بتتزحزح من جنب، ما تستغلش الجنب ده من الطريق وكل العربيات هتتزحزح الناحيه دي. فالشولدر ده بيدي كليرنس زياده عن حرف الاسفلت، فالعربيات تقدر تستغل الحاره دهيت على بعضها. حتى في السنة الثالثة لما كنتوا بتدرسوا الـ level of service كان من ضمن العوامل اللي بتأثر على مستوى الخدمة بتاعك في الآخر أو الـ level of service بتاعك هو الـ shoulder width. كل ما الشولدر ويث كان أكبر كل ما ده هيحسن لك من الـ level of service بتاع الطريق، علشان العربيات مش هيعملوا حاجة اسمها shying away from the edge of road. طيب شايفين ايه تاني على القطاع ده؟ شايفين ان بعد الشولدر انا عندي ارض طبيعيه. الارض الطبيعيه دهيت هنا اوطى من الطريق، ففي ميل جانبي او رود سايد سلوب. طيب الميل الجانبي ده بنحدده ازاي؟ هنعرف كمان شويه. يبقى كمان شويه انا همسك كل element من elements بتاعت الطريق وهشوف انا بحدد خصائصها او ابعادها ازاي. ده مثال اخر لطريق بس مالتي لين بدل تو لين تو واي. في المالتي لين هاي واي احنا شايفين هنا ان انا عندي زي الصوره اللي فاتت، عندي طبعا الحارات الرئيسيه، هنا عندي حارتين في كل اتجاه، بعد الادج لاين انا عندي شولدر، بعد الشولدر بقى الطريق ده ديفايدد، فبالتالي في جزيره في النص. الجزيره اللي في النص ده هي في انواع من الجزر، يعني مثلا في الاربن سكشن ممكن الجزيره تبقى مزروعه زي دي، ممكن تبقى رصيف يمشي عليه الناس او يحتمي بيه الناس لما يعدوا الشارع قبل ما يعدوا الاتجاه التاني، ممكن تبقى جزيره واسعه جدا اكتر من 20 30 متر، فكأن كل اتجاه ماشي لوحده تماما. الطريق ده برضو مالتي لين زي الصورة اللي فاتت، ولكن احنا شايفين من الكروس سكشن بتاعه ان هو مختلف. مختلف في ايه؟ انا عندي برضو الحارات اهي 3 لينز، لكن عندي هنا الشولدر اوسع، في شولدر يعني almost عرض شولدر، almost عرض حارة قصدي. والناحية التانية برضو في حاجة اسمها inner shoulder او طبان داخلي للطريق. وبعدين الطريق ده عليه جزيرة، شايفين هنا الجزيرة عرضها أقل من عرض الجزيرة اللي في الصورة اللي فاتت، والجزيرة محدودة من ناحيتين ببارير. الجزيرة اللي فاتت كانت مزروعة مباشرة من بعد حرف الطريق. وبعدين عندي الحارات الاتجاه التاني. الجزيرة هنا برضو استخدمناها ان احنا حطينا عليها عواميد النور او اللايت بولز. بعد الشولدر هنا انا عندي حاجز، ما عنديش الارض الطبيعيه مباشره عشان ارتفاع الطريق ده اعلى من الارض الطبيعيه اللي موجوده بارتفاع كبير، فهتلاقيه موجود فيه حاجز.
وبالتالي لما نيجي نرسم القطاع العرضي للطريق بناخد في اعتبارنا الطريق ده فين. اولا بنشوف هل الطريق ده في منطقة رورال ولا منطقة اربن. لو منطقة رورال هيبقى عندي خصائص معينة. القطاع الاولاني هنا انا عندي الطريق ده حارتين بس، حارة في كل اتجاه، يعني طريق 2 lane 2 way، والقطاع ده طريق multi lane. ال 2 lane 2 way انا عندي الحارتين اهم، وبعدين بعد الحارتين عندي shoulder، وبعدين عندي الميل الجانبي لغاية ما اوصل للأرض الطبيعية. طيب تعالوا نشوف اولا، احنا بعد شوية في السلايدز اللي جاية دي هنمسك كل element منهم ونتكلم عنه، بس مبدئيا كده احنا شايفين ان الطريق بتاعي ميل الناحية دي والناحية دي، يعني عندي الطريق قطاعي عامل كده. ليه عامل المنظر ده؟ علشان لما المطر ينزل المطر يقدر يتحرك على جنبين الطريق، وانا لو في منطقة رورال هيمشي المية هتمشي على جنبين الطريق وتنزل على السايد سلوب لغاية ما توصل للأرض الطبيعية. الناحية دهيت الناحية فل، يعني الأرض الطبيعية أوطى من الطريق بتاعي. طيب لو زي الناحية التانية كده الأرض الطبيعية أعلى من الطريق بتاعي هنعمل ايه؟ مقدرش زي ما قلنا في أول محاضرة، مقدرش أوصل على طول من جنب الطريق للأرض الطبيعية. لو عملت كده والمية هتتجمع هنا، لو الدنيا مطرت هلاقي ان الطريق هنا اتغرق. فالمفروض اعمل ايه؟ المفروض ان انا قبل ما اطلع لفوق اعمل ديتش. تصميم الديتش ده هيبقى من المهندس بتاع الهيدرولوجي، انا بس عليا ان انا اقول ان عندي كات سكشن هنا وهو هيصمم لي الابعاد بتاعة الديتش. طيب بالنسبة عرض الميل الجانبي بتاع الطريق علشان يوصل للأرض الطبيعية بيبقى فيه سلوبس معينة بنحددها على حسب نوع التربة، وعلى حسب كمان نوع الطريق اللي موجود، هل هو في منطقة ماونتينيوس أو منطقة فلات، وعلى حسب فرق الارتفاع وهنشوفه كمان شوية. لو الطريق بتاعي مالتي لين زي الصورة اللي تحت هنا، يبقى أنا عندي في النص قبل في النص ما بين كل اتجاه والتاني هيبقى عندي ميديان. أشكال الميديان هنشوفها في السلايدز اللي بعد كده. لو احنا بقى في منطقة أوربن، احنا عارفين الأوربن يعني داخل المدينة، فالقطاع المفروض ان هو يبقى مختلف شوية. هيبقى عندي برضو الحارات زي أي طريق، وبعدين الطريق ده عبارة عن حارتين بس، وجنب الطريق الحارة الجانبية دهيت ممكن تبقى باركينج، ممكن تبقى باص لين، يعني المهم ان هي حارة جزء من الطريق باستخدام مختلف. بعد الحارات في الأوربن سكشن مش هيبقى عندي شولدر، لأن في الأوربن سكشن في بني آدمين بيمشوا على جنب الطريق، وبالتالي لازم أوفر لهم رصيف. فعلى جنب الطرق أوربن هيبقى عندي رصيف هيمشي عليه المشاة من كل ناحية بدل الشولدر، ما بقاش فيه شولدر. طيب الطريق ده undivided. الطريق الصورة اللي تحت برضو في urban section لكن divided section، ففي الجزيرة اللي في النص اللي الناس هتستخدمها وهي بتعدي الشارع عشان تقف هنا تستنى الإشارة لما تفتح مثلا، أو لما الدنيا تبقى فاضية ويقدر يعدي الناحية التانية. طيب احنا دلوقتي عايزين نعرف ايه الخصائص بتاع كل element من element الطريق. اول حاجة ال travel lanes. ال travel lanes او الحارات المفروض ان عرض الحارة ما بين 10 و12 feet. ده زي ما احنا اخدناه قبل كده في سنة تالتة. في سنة تالتة انتوا اخدتوا ان هو ما بين 9 و12 feet. 9 feet اللي هو 3 متر، ده للطرق اللوكال رودز، يعني هو على حسب الفانكشن كلاسيفيكيشن زي ما قلنا في اول محاضره، على حسب الفانكشن كلاسيفيكيشن، على حسب التصنيف الوظيفي للطريق عرض الحاره هيتغير. كل ما التصنيف الوظيفي كان اعلى كل ما انا عايزه العربيات ان هي تمشي اسرع، وبالتالي هزود عرض الحاره. 12 فيت اللي هو 3 متر 75، 3.75 متر، يبقى ده أكبر عرض حارة، وده هنستعمله للطرق اللي هي الدرجة بتاعتها عالية، الدرجة الوظيفية بتاعتها عالية زي الفري ويز أو زي الأرتيريالز. وكل ما التصنيف الوظيفي ما قل كل ما أنا هقلل عرض الحارة.
يوجلي ال 11 فيت اللي هو 3.6 متر تقريبا هو الاكسبتبل بالنسبة للأربن، وال 9 فيت او 3 متر هيبقى بس مستخدم على اللوكال رودز في الأربن ستريتس، ده لما يكون احجام الحركة قليلة ويكون في مشكلة في حرم الطريق، يعني في constraint في الرايت اوف واي، يعني في مشكلة في حرم الطريق ما اقدرش اوسع الطريق اي، فاستخدم ادنى معايير للطريق ومن ضمنها ان عرض الحارة يبقى 3 متر. على الهوريزونتال كيرفز لو الحارات اصلا ضيقة 3 متر على الهوريزونتال كيرفز هضطر ان انا ازود عرض الحارة. الالمنت التاني على الطريق هو الشولدرز. الشولدر احنا قلنا في اول سلايد لما جينا نشرح الشولدر او الطبان بتاع الطريق قلنا ان له كذا هدف، ومن ضمن اهدافه ان هو يدي للسواق كليرنس جنب الحارة بتاعته علشان ما يضطرش ان هو او علشان يقدر يستغل الحارة بعرضها الكامل. في استفادات تانية من الشولدر زي مثلا ان هو an area along the highway for vehicles to stop، هي مكان على الطريق لو حصل اي طوارئ for emergency العربية ممكن تركن على جنب على الشولدر. الشولدر كمان بيعتبر مكان امن ان السواق لو في عربية بتعدي سواق على الطريق two lane two way ممكن في مسافة امنة السواق يقدر يقف فيها او يمشي فيها على جنب والسواق التاني بيعدي سريعا على الطريق two lane two way. الشولدر كمان الهدف منه انه بيدي lateral support لل pavement structure بتاع الطريق. احنا عندنا الطريق عبارة عن طبقات زي ما قلنا في اول محاضرة، في ال wearing surface وال binder وبعدين تحتيه ال base وال sub base. تخيلوا كده الطريق وجنبه على طول جنب الحارة على طول في ارض طبيعية مفيش شولدر. الارض الطبيعية دهيت مش تدي لجنب الطريق lateral support، support جانبي للحارات، وبالتالي هتلاقي جنب الحارات او الحارة اللي على الادج الاسفلت بتاعه بيتاكل بسهولة لان عليه احمال عالية. انتوا عارفين الاحمال لما بتمشي على الطريق على ال flexible pavement الستريسز بتتوزع بميل جانبي 45 درجة، وبالتالي في ستريسز ممكن توصل للأرض الطبيعية ويحصل إن ما بقاش فيه lateral support على جنب الطريق فيحصل ستريسز عالية وتآكل لجنب الطريق. الشولدر ويث أقل عرض له ممكن يبقى 2 فيت أو 60 سنتي، والعرض المفضل أو preferable width هيبقى من 6 to 8 فيت يعني تقريبا متر إلى 2 متر. والطرق السريعة اللي عليها أحجام حركة عالية وعليها تراكس أعلى يستحسن إن عرض الشولدر يبقى almost عرض حارة 10 لـ 12 فيت. زي ما قلنا قبل كده في السلايد اللي قبله إن الحارات لازم يبقى ليها cross slope أو ميل عرضي للطريق اللي هو علشان يدي الشكل الكراون عشان المية تتصرف على الجنبين، فبيبقى الميل العرض ده ميل 2%، يعني كل متر عرضي الطريق بينزل تحت 2 سنتي. على الشولدر برضو لازم أكمل الميل العرضي للشولدر، الميل العرضي بتاعه ممكن يساوي الميل العرضي بتاع الطريق فممكن يبقى 2% أو ممكن يبقى أكبر من 2 لـ 6% لو الشولدر بيفت. مش دايما الشولدر بيبقى بيفت لأن ده تكلفة، فممكن الشولدر يبقى جرافل يعني عبارة عن ركام، وبالتالي الميل بتاعه لازم يبقى أزيد طبعا من 2% فهبتدي من 4 إلى 6%. ممكن الشولدر يبقى أرض مزروعة ترف ده يعني زي نجيلة أو أرض مزروعة يبقى بيوصل ساعتها لـ 8%. المينيمم بتاعه إن هو لازم يبقى أزيد من السلوب بتاع الحارات، فلو السلوب بتاع الحارات 1% أو 1.5% يبقى على الأقل يبقى عندي 2% أو أكتر. الماكسيمم كروس أوفر اللي هو الفرق ما بين اللين كروس سلوب والشولدر كروس سلوب ما يزيدش عن 8%. زي ما قلنا قبل كده الشولدر ممكن يبقى له كذا تريتمنت، مش لازم يبقى بيفت، مش شرط يبقى بيفت، ممكن يبقى بيفت او جرافل او كونكريت او جراس.
في حاجات لازم ناخد بالنا منها بالنسبة للشولدرز. مثلا في الصورة دهيت احنا شايفين ان ده الحارة بتاعت الطريق وما فيش شولدر تقريبا، والشولدر في الشولدر اسفلت يعني، والشولدر عبارة عن ترف او جراس. لازم ناخد بالنا ان النقطة دهيت بتبقى نقطة خطر في الطريق، يعني لو العربية ماشية والعجلة السواق فقد السيطرة lost control، والعجلة جت هنا، لو فرق المنسوب ده عالي زي الصورة دهيت، لو فرق المنسوب كبير ده بيبقى hazardous، ما بيبقاش safe. الألمنت التالت هو الميديان. الميديان ده الفاصل اللي ما بين الاتجاهين، ده اللي بيخلي الطريق divided. وطبعا لو الطريق two lane two way أكيد طبعا مفيش ميديان، مش هينفع يبقى فيه ميديان، لكن الميديانز are used بس في المالتي لين هايويز. طيب ايه الهدف من الميديان؟ له اهداف كتيره. اول حاجه ان ده مكان ممكن السواق لو فقد سيطرته على العربيه يقدر ان هو يعمل ريكفري في الميديان. طبعا الميديان ساعتها لازم يكون ممهد كويس. هو فاصل ما بين الاتجاهين، فلما يكون واسع، لما يكون الميديان يكون واسع وكمان يكون مزروع، ده هيمنع حاجة اسمها headlight glare، اللي هي الإضاءة اللي جاية من الاتجاه التاني، من العربيات التانية في اتجاه السواق. لو الجزيرة ضيقة، يعني مثلا لو احنا مثلا ماشيين على المحور بالليل والمحور مفيش جزيرة لكن في فاصل خرساني ما بين الاتجاهين، فلو انت ماشي على المحور وفي عربية ماشية في الحارة الشمال وانت ماشي في الحارة الشمال بتاعتك، النور بتاع العربيات اللي جاية من الناحية التانية بتيجي في عينيك وبتضايقك. لو الجزيرة كانت واسعة كان ده مش هيضايقك، النور مش هيضايقك. هو بيبقى الجزيرة ممكن تبقى فرصة كويسة لو أنا عايزة أعمل deceleration lane أو acceleration lane أو أعمل U-turn، أقدر إن أنا أخد أفتح في الجزيرة، أخد من عرض الجزيرة عرض حارة، بحيث إن أنا أعمل الحارة الزيادة دهيت لل-left turns أو ال-U-turns. الجزيرة برضو ممكن تستخدم كحارات temporary، يعني لفترة محدودة في وقت لما يكون في أي maintenance على الطريق. هو برضو مسافة آمنة ممكن أحافظ عليها من دلوقتي كحرم للطريق للمستقبل، لما أنا أكون عايزة أوسع الطريق في المستقبل، بدل ما أوسع من ناحيتين وما لاقيش مسافة كافية وأضطر أنزع ملكية، ممكن أوسع للداخل، أوسع ناحية الجزيرة، أقلل عرض الجزيرة وأحط فيها حارات زيادة، وبالتالي أنا وسعت الجزيرة داخل الحرم بتاع الطريق. الجزيرة ممكن تبقى raised زي ده أو depressed زي ده، يعني منخفض، raised يعني مرتفع، من depressed يعني منخفض، أو flushed يعني على نفس مستوى الطريق. نقطة كمان مهمة إن الجزيرة مهمة في المناطق الأربن، علشان زي ما شفنا في الصورة في السلايد اللي فات، إن الجزيرة دي مكان الناس وهي بتعدي الشارع ممكن تقف تلتقط أنفاسها وتبص في الاتجاه التاني وتعدي الاتجاه التاني من الطريق. نرجع دلوقتي تاني للنقطة بتاعت الكروس لوبس. الكروس لوبس اللي هو الميل العرضي للطريق، ده الميل العرضي اللي احنا قلنا ان الكروس سكشن ما ينفعش يبقى خط مستقيم كده، لا لازم يبقى حاجة اسمها كراوند. كراوند يعني ايه؟ يعني انا عندي الحتة العالية من الطريق في النص، وبعدين كل اتجاه الحارة بتميل في ناحية مختلفة، ده اسمه كروس لوب وبديله الرمز كيو. الكروس لوب ده قد ايه؟ بيعتمد على الطريق، البيفمنت بتاعه عامل ازاي او الرصف الاسفلتي عامل ازاي، بس هنشوف المحددات دلوقتي. الهدف منه ايه؟ الهدف منه لما المطر ينزل على الطريق ان يلاقي سطح مش مستوي، بحيث ان المطر ينزل على جنبين الطريق. ولو احنا في منطقة اربن هتلاقي هنا على جنب الطريق هنا وهنا في بلعات، ولو احنا في منطقة رورال مش هينفع طبعا يبقى في بلعات، لكن هتلاقي الميل الجانبي بتاع الطريق اللي هو السايد سلوب هياخد المطر وينزل للارض الطبيعية. طيب الكروس لوب على الطرق التو لينز لما يكون حارتين بس، حرف كل اتجاه، هو بيبقى عامل زي الكراون سكشن زي ما قلنا، يعني شكل كراون زي الشكل اللي احنا لسه راسمينه. لو مالتي لين هاي ويز ممكن نعمل اشكال تانية غير الكراون، هنشوفها كمان شوية.
slope section can be straight or curved، بس هو غالبا بيبقى straight. straight أو curved يعني ال crown ده زاوية حتة مش curved. ال recommended rate بتاع ال cross slope هيبقى من 1.5 إلى 2%، وكل ما نوع ال pavement ما يكون أوحش، نوع الرصيف يكون أوحش، هنزود الميل أكتر، بس هو غالبا بيبقى من 1.5 لـ2% أو من 2 لـ3%. الشولدر طبعا زي ما قلنا قبل كده، الشولدر سلوب بيبقى ميله أعلى من ميل الحرارة. زي ما قلنا في السلايد اللي فات ان في الطرق تو لين تو واي الطريق بيبقى كراوند او عامل كل اتجاه ميل بميل علشان المطر يمشي على الجنبين. لو الطريق مالتي لين انا عندي حل من اتنين، يا اما كل اتجاه لوحده كراوند زي الصور الثلاثة دهيت، ده الحل ايه ان كل اتجاه كراوند، او ان الحل التاني ان كل اتجاه ميل بميل واحد، يعني الاتجاه ده كل الحارات مايلة في الاتجاه ده وكل الحارات في الاتجاه التاني مايلة في الاتجاه ده، ده الحل التاني. ممكن يبقى مايل لبره زي هنا وده اللي بنستعمله معظم الوقت، او يبقى مايل لجوه كده ويبقى فيه هنا زي خندق او ديتش او اي طريقة يصرف بيها المياه. الحل اللي معظم الطرق شغالة عليها هو الحل ده، اللي هو ان المطر بيخرج بره الطريق مش بحبسه جوه الطريق، يعني ده مش مستخدم كتير. هو صح بس لازم نعمل له درينج سيستم مخصوص، وبالتالي مش مستخدم كتير. في بقى الالمنتس الاخرانيه للكروس سكشن. اول حاجه السايد سلوب. السايد سلوب اللي هو الميل الجانبي اللي هو من حرف الشولدر للارض الطبيعيه. فاحنا قلنا ان السلوب ده بيعتبر او بنجيبه من سلوب ستابيليتي، بس ده مش المحدد الوحيد. ده المحدد اللي يديلك المينيمم سلوب، بس ده مش المحدد الوحيد. المحدد التاني هو السيفتي. فهنشوف دلوقتي الميول المستخدمة قد ايه. زي ما احنا قلنا لو انا عندي cut section لازم هستعمل ditch، مش هينفع اعمل سلوب على طول من حرف الشولدر للأرض الطبيعية، لازم الأول اعمل ditch. طيب ايه هي السلوبس المستخدمة؟ السلوبس المستخدمة بتعتمد على الطريق ده في منطقة عاملة ازاي، هل هي منطقة flat ولا منطقة steep شوية يعني rolling، ولا منطقة mountainous فتبقى steep. زي الحاجات اللي انت اخدتها قبل كده لما كنت بتدرس ال level of service، كنت بتقول الطريق ده هل هو في منطقة flat او منطقة rolling او منطقة mountainous. احنا هنا برضو بنصنف في التوبوجرافي اللي عليه الطريق لمنطقة flat او rolling، او منطقة steep شوية moderately steep، او منطقة steep جدا يعني شبه mountainous. وبيعتمد كمان طبعا كل ما الارض مكان توبوغرافيا بتاعتها اصعب، كل ما الميل هيبقى حاد اكتر. تعتمد كمان على الارتفاع اللي انا بشتغل عليه، يعني لو الفيل هايت او الكات هايت قليل ممكن استخدم ميول ممهدة اكتر عشان الكميات مش هتبقى كتير. فانا لو عندي فرق ارتفاع بتوصل لغاية 1.20 متر مثلا والمنطقة بتاعتي فلات، ايه المشكلة لما استخدم ميل ممهد اللي هو 6.1؟ لو كل ما الارتفاع زاد، لو فرق ارتفاع مثلا 5 متر، 6.1 هيبقى صعب، هيبقى معناها كل متر انا باخد بطلع بره 6 متر. يعني لو فرق ارتفاع 5 متر هطلع لبره 30 متر، ده كتير طبعا، ما عنديش الرايت اوف واي ده كله. فلو انا فرق ارتفاع 5 متر هستعمل السلوب اقل حاجة اللي هو 2.1. لو انا فرق ارتفاع يعني متوسط 3 متر مثلا ممكن استخدم ميل جانبي 4.1. فهو على حسب فرق الارتفاع وعلى حسب نوع الأرض هنختار الميل الجانبي للطريق. طبعا لو الفرق الارتفاع زاد قوي عن 3 متر لازم أحمي العربية بطريقة تانية غير السايد سلوب، عشان لو العربية فقدت السيطرة بتاعتها ما تتقلبش من على الطريق، فلازم أستخدم حواجز. الالمنت بعد كده اللي هو الرايت اوف واي او حرم الطريق. الرايت اوف واي ده هي المساحه او المساحه اللي احنا بناخدها علشان نعمل الطريق، ده لازم يكون فيها كل كروس سكشن elements including الديتش وانكلودينج السايد سلوب. في other elements احنا مش هنتكلم فيها بالتفصيل زي الارصفه اللي هي الكيربس،
زي البريرز اللي هي الحواجز، الحواجز اللي هي ممكن تكون معدنية أو حواجز خرسانية، دي حاجات احنا مش هنتكلم فيها بس هي موجودة في الكود بالتفصيل، والمواصفات بتاعتها بتبقى معروفة، زي السايد ووكس اللي هو الممشى بتاع المشاة، زي الجارد ريلز. الجارد ريلز ده زي يعني اللي هي الحواجز المعدنية اللي بتمنع العربيات ان هي تعدي الطريق.